ايه ده؟ عارفه دينا الناس اللي بتطلع في التلفزيون ياكلوا الازاز ويتنوا الحديد ويجروا العربيات بشعرهم دول؟ ما اعتقدش ابدا ان في حد فيهم مره جرب ينام عيل. بص بص، العربيه اللي نفسي فيها في واحده معروضه هنا بس ب 41,000. لا يا حبيبتي، ده كتير قوي على الميزانيه اللي احنا حاطينها. خساره، شكلها لقطه. استعمال طبيب. انا بكره قوي الكلمه دي على فكره. يعني ايه استعمال طبيب؟ ايه المميز فيها يعني؟ يعني بسلامته بيكشف عليها كل يوم؟ هم قصدهم يعني انه بيحافظ عليها. حافظ عليها؟ دكاتره دول اكتر ناس بيرموا الحاجه بعد ما بيستعملوها. ما تشوفوش بيعملوا ايه في الجوانتيات بتاعتهم؟ ولا الحقن؟ فلسف بقى. مش بتفلسف والله. انا عن نفسي لو حابب اجيب عربيه احب تبقى استعمال سفير. طول الوقت بره البلد والعربيه مركونه.